يصطدم الرجاء بغريمه التقليدي الوداد السبت المقبل في ديربي حارق، الديربي الذي يشد الأنظار لكونه يأتي في وقت يتسم برغبة الفريقين في العودة للقمة. جمهور الوداد ينتظر من اللاعبين أن يكونوا في الموعد وأن يسحبوا البساط من بين أقدام العناصر الرجاوية. الفريق الأخضر يدخل الديربي بطموحات الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية، وهو مرشح على الورق لتحقيق الفوز. كذب عليك، مباراة الديربي ما كاينش ترشيح على الورق، فمباراة الديربي معروفة من زمان، عندها واحد الطاقم أنه فريق يقدر يكون فريق الوداد تيكون في أسوأ حالاته تيفوز عليه فريق الرجاء البيضاوي، ولا فريق الرجاء البيضاوي تيكون في أسوأ حالاته تيفوز على فريق الوداد البيضاوي. يعني مرشح للورق مع فريق الوداد البيضاوي ما بالنسبة لي ما تجينيش، لأنه العكس، مباراة لعب مع فريق كبير، فخصك توجد ليه، خصك تستعد ليه أكثر استعداد باش تفوز عليه. الاستعدادات يعني عادية، فنتوما تشوف الاستعدادات كيف تدوز، فهي بالنسبة لنا حنا كأي مباراة ما تستنيش مباراة بمباراة، هذه مباراة عندها طعم وتتاخذ واحد الإشعاع، ولكن فاش يصفر الحكم فاش ترجع مباراة عادية، ديك الساعة غتدير العمل ديالك اللي تقوم به على طول الأسبوع غتستعد به. فنتمنى من الله عز وجل أننا نكونوا في لافورم ديالنا، واننا ندخلوا نقدموا مباراه اللي تطلبوا منا اللي تتسناو منا الجمهور ديالنا. وبلا شك كيف ديربي سي اون ماتش تري سبيسيال، يي بينس كي بور تو لي رجاوي، بور لي جوور، بور لي سوبورتر، بور لي ستاف، بور تو لي تام كي جو سويسي، جي كوني كي سي اون ماتش تري 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 سبيسيال. Je pense que quand tu joues un match comme ça, le derby, il n'y a pas d'autre considération. Je pense que la tactique qui marche bien, c'est quand les autres joueurs sont concentrés, engagés avec le plan de match. Le plan de match, toujours il y a un part défensif, toujours il y a un part offensif. Et quand il y a le bon travail de chaque joueur à la part offensif et à la part défensif, alors nous pouvons jouer comme une équipe, nous pouvons compétir comme une équipe. Et finalement, c'est quoi le système, c'est quoi les 3 ou les 4 ou les 5, ça, finalement, ça c'est la part moins importante. La part plus importante, c'est quand il y a la bonne application de chaque joueur à le travail tactique. Et comme je t'ai dit avant, le travail tactique, toujours, il y a un travail offensif, et toujours, il y a un travail défensif. Physiquement, nous sommes prêts. On a pu récupérer la journée de dimanche et puis hier. Et là, c'est la nouvelle semaine qui commence, et j'espère que les préparateurs physiques ici savent ce qu'on va faire. Et puis Garrido, c'est l'entraîneur professionnel, j'espère que ça va très bien se passer contre Wydad samedi. Ce match, ça va se jouer juste sur le moral des joueurs, parce que c'est un derby. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne, quelle que soit la manière, mais il faut juste gagner. Le plus important, c'est d'avoir 3 points dimanche. والمقابلة ديال الوداد كناخذوها كمقابلة عادية كما جميع المقابلات، اللاعبين كيخضعوا دائما للعلاجات الطبيعية مع الإخوان ديالنا السي عبد السلام ولا السي عبد الحميد ولا الحاج. هناك يعني لا كريو تقريبا اللي كدار برسك يوميا اللاعبين، يعني الطراوة البدنية حنا كنقلبوا عليها دائما باش تكون يعني في واحد المستوى جيد، اللي يخول اللاعبين أنهم يواجهوا المقابلات في واحد النوع من الأريحية من ناحية اللياقة البدنية ديالهم. الحالة الصحية الحمد لله بعد الرجوع ديالنا من زامبيا، الحمد لله اللعابة كلهم تيتمتعوا بصحة جيدة. الغياب اللي كاين معروف، وكاين جوج لعابة هما الصبار واللاعب سيمو والحاج اللي خدع العملية الجراحية. من غير هاد الجوج الحمد لله جميع اللاعبين تيتمتعوا بصحة جيدة ومعنويات كبيرة، ومستعدين للمقابلة أحسن استعداد باش يواجههم فريق الوداد إن شاء الله يوم السبت المقبل بأريحية، وغادي يكونوا مستعدين إن شاء الله.